سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل تصنيفات كل التعليقات. قم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التعليقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تصنيف كل التعليقات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل تصنيف كل التعليقات، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.